السلام عليكم فريق التنين من قناة التنين، يرحب بكم ويقدم لكم تردد قناة جديدة على القمر نايل سات. فلنبدأ، هندخل من الريموت على المنيو، من المنيو بندخل على التركيب، من التركيب بندخل على قائمة الترددات عن طريق زرار الإضافة. هنضيف التردد، التردد هو 11636، معدل الترميم 27500، استقطاب عمودي. زي ما شايفين إشارة قوية والجودة عالية. هنبدأ عملية بحث للتردد. أهم حاجة بحث الشبكة يكون مغلق، ونوع القناة جميع القنوات. زي ما شايفين بيبدأ يعمل بحث للتردد 11636، معدل الترميم 27500، استقطاب عمودي. مبروك عليكم قناة بلال، قناة جديدة على القمر نايل سات. كل من يشاهد قناة التنين عليه دعم القناة باللايك سبسكرايب وتفعيل الجرس لتعلم كل ما هو جديد في عالم القنوات والترددات والأقمار الصناعية.